أذهب مرة أخرى للرياض أو سمير اللي يكون منهم جاهز نبدأ معاه، ومرة أخرى سنتابع لأن الجمهور اللي كان موجود عزيز علينا ودنا أن نكون معه. سمير الصوفي تفضل. شكرا زميلي رجاء. نعم، نتواجد أيضا مع الجماهير الأهلاوية لأخذ بعض التوقعات عن المباراة. سعود، قاعدين ندردش عن المباراة، توقعك للمباراة يعني طبعا التوقع غير التمني، ولكن توقع. أنا توقعاتي طبعا 3-1 للأهلي إن شاء الله بإذن الله، حنحسمها إن شاء الله على أرضهم، لأنه دائما جمهور الأهلي يقول لك وفي أراضيهم نلعب نبكيهم، زي ما يقولوا إنه نبكي من ضرب اليد، لا إحنا في أراضيهم نلعب ونبكيهم إن شاء الله. عمي يعطيك العافية، طبعا من أقدم مشجعين النادي الأهلي، توقع المباراة كم؟ إن شاء الله 2-1 للأهلي بحول الله وقوة. إيش يعني إيش اللي خلاك تتوقع 2-1 مو 1-0؟ والله ان شاء الله بعزيمه الرجال وعزيمه الجمهور، شوف القليل ان شاء الله يؤدي الكثير بحول الله وقوته. الجمهور قليل. يعطيك العافيه عمي. مرحبا. فوز ولا تعادل ولا هزيمه؟ لا فوز ان شاء الله باذن الواحد احد. فوز. كم تتوقع؟ اتوقعها 1-0. اذا كان في نقص فريقك، النقص يولد قوه ام ياثر على اللاعبين؟ ان شاء الله ما ينقصنا شيء، لا لعيبه ولا مشهورين ولا غير مشهورين، ما ينقصنا شيء ان شاء الله، احنا دائما عن خطوات الامام باذن الواحد احد. طبعا المشاهدين الكرام، الاخ بدر تركستاني قبل قليل ذكر انه لازم فيه هزوجه عزيزه على قلبه، لازم انه يسمع للمشاهدين وللجماهير الحاضره. بدر، الهزوجه اللي قلت عليها. طيب نقول لحبايب: يا سفير الوطن في قلبي حبك سكن، غالي ما لك ثمن، حبيبي يا هلاوي، حبيبي يا هلاوي، انت تلعب بفن، خصمي روح وجن، الكل بك افتتن، حبيبي يا هلاوي، حبيبي يا هلاوي، اخضر وزين يا الاهلي، يا من العين يا الاهلي، اخضر وزين يا الاهلي، احلى لونين يا الاهلي، اخضر وزين يا الاهلي، احلى لونين يا الاهلي، احنا في حبك والله مجانين، حبيبي يا سفير الوطن، قلبي حبك سكن، غالي ما لك ثمن، حبيبي يا هلاوي، حبيبي يا هلاوي، نتركك مستحيل، خصمي دمعه يسيل، ملكي ما لك بديل، حبيبي يا هلاوي، حبيبي يا هلاوي، يا من العين اخضر وزين يوم الاثنين، يوم الاثنين اخضر وزين، احلى لونين، احنا في حبك والله مجانين، حبيبي يا سفير الوطن، قلبي حبك سكن، غالي ما تقدمني. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، يعطيك العافيه بدر تركستاني. رياض المزهر مع جماهير الاتحاد رياض، الكلمه اليك تفضل. شكرا سمير، مستمتعين بصراحه بالاجواء الجماهيريه هذه جميله. حابين نسوي لقاء مع التوقعات الجماهير الاتحاديه بشكل سريع، ايش تتوقع المباراة الاتحاد والاهلي النتيجه؟ والله ان شاء الله 3-0 للاتحاد. متفائل؟ ان شاء الله باذن الله. وانت ايش تقول؟ ان شاء الله 3-1 للاتحاد. 3-1 باذن الله. 4-1. 4-1 باذن الله. باذن الله فارق 4. فارق 4. 4. 8-2 باذن الله للاتحاد. 5-1 باذن الله. 2-1. 3-0 للاتحاد. 2-1. 4-2. 3-0 للرياض، وكلها من هزازي باذن الله. 3-0 للاتحاد. طيب انت اقرب مني شوي، ايش حاب تقول؟ اقرب انت مني شوي. ايش تتوقع؟ اتوقع ان شاء الله 3-0. ليش متفائل طيب بهذا؟ اتحادي كم ما تفائل؟ متفائلين. لازم اتفائل لانه واثق في فريقي ان شاء الله. المدرب يعني مدرب رياض، مدرب مفكر وداهيه ويعرف يبدل في الشوط الثاني، ونقدر نقلب النتيجه حتى لو تاخرنا. فرق 3 ان شاء الله، فرق 3 راسي عادتنا ترى. يعطيكم العافيه. نقرب بس مع نندمج مع الجماهير. نروح لزميلنا رجال الله في الملعب، وراح ننتظرك زميلنا رجال. تفضل رجال. شكرا لرياض، شكرا. هذه التوقعات يبدو فيها تفاؤل كبير يا مهندس. يعني فيها تفاؤل كبير جدا بصراحه، انه لما اتوقع. يسعدك هذا الامر ولا تخشى منه مهندس بصراحه؟ لا اخشى منه.
ها؟ اخشى منه بصراحة. تخشى منه لما تتفائل بثمانية اثنين يعني هذا خيال. يعني انا استهين بخصمي، انا ما استهين بخصمي. طيب لازم احترم الخصم. سمو الامير، انتم بعد هذه المباراه، يعني اكيد مباراه ذهاب واياب، في ردود فعل ممكن تكون لو خسر الاهلي تتوقع انه هذه المباراه تعني لكم شيء كثير، ممكن تنعكس سلبا نتيجتها فيما لو حدثت اي نتيجه غير النتيجه اللي انتم تريدونها؟ لا والله ابو خالد، انت متوقع يعني مباراه مثل هذه، مباراه فريقين كبيرين، يعني متوقع النتيجه، متوقع انك تكسب، متوقع الاتحاد يكسب، متوقع انها تكون تعادل، فاي نتيجه حتكون فيها المباراه حنتقبلها، يعني باذن الله نكون كسبانين للتجهيز المباراه اللي بعدها. يعني المباراه هي مباراتين في الاخير، فانك تحكم على نهايه مباراه من اول شوط صحيح، وهذا يعني ما اظن في منطقه. سمو الامير، يمكن صعب في المرحله هذه انك تجاوب على هذا السؤال، لكن مهم جدا ان اسالك. اللاعب البرازيلي موراليس لا يبدو في افضل حالاته، ولا يبدو مقنعا للجمهور الاهلاوي. عندكم هذا الشعور ولا انه لا زال ما تاقلم؟ لا والله، خاصه اللاعبين الارجنتينيين ما تاقلموا. كنت اسال الكابتن حمزه قبل ما نطلع على الهواء، لما انتقل من احد النادي الاتحاد جاوبني بصراحه، انا فوجئت بالجواب يعني، فاتمنى ان الكابتن حمزه يجاوب على هالسؤال يعني يبين الاختلاف عند اللاعب، يعني انتقال اللاعب من نادي الى اخر وهم في نفس يعني في المملكه البلد. في نفس البلد، ما بالك لاعب جاي من الارجنتين للسعوديه، فبالعكس موفقيه تفيدنا في هالموضوع. لا شوف ابو خالد، هو دائما عمليه انسجام اللاعب وتاقلمه مع زملائه، خاصة اللاعب اللي بيجيك من أمريكا اللاتينية ما بيكون اللغة الإنجليزية. اللاعبين الأرجنتينيين في كلام عنهم بهذا؟ طبعا، لأنه هو يحتاج أنه يتأقلم، يحتاج أنك أنت لما تنتقل من نادي لنادي، نحن بنشوف حتى في سوق الانتقالات لاعبين داخل السعودية وسعوديين بينتقلوا ما بيحقق النجاح مباشرة، فيحتاج وقت أطول أنه يتأقلم. أنت كابتن حمزة لما انتقلت من أحد إلى الاتحاد؟ أنا قعدت موسم كامل في الاتحاد بين إصابة وبين عدم تأقلم، الموسم اللي بعده وأنا زملائي لاعبين الاتحاد يعني كان احمد جميل والخليوي واكثر من لاعب في الاتحاد، كنا زملاء في المنتخب دائما نلعب ضد بعض، فكانت العلاقه قويه، عامله اللغه انه يخلي عندك انسجام اقوى وتاقلم اسرع. هذا كله ما يعني اللاعب الاجنبي اللي بيجيك من خارج السعوديه احيانا بيفتقده. كماتشو مع الاهلي، انتقل من الاهلي للشباب، فكماتشو عايش في البلد يعني 6-7 سنوات، لعب في الهلال، لعب في الشباب، لاعبين الاهلي عارفين طريقه كماتشو، فاللاعب احيانا يحتاج، خاصه لاعب الوسط، يعني اللاعب شفناه يعني بالنسبه لموراليوس قبل انتقاله او قدومه للاهلي، لاعب صاحب امكانيات عاليه، لو كان اي احد فكر في خيارات كان ممكن اختاره لاي نادي في السعوديه، كامكانيات ما نتكلم على امكانيات، امكانياته عاليه. مساله التاقلم والعطاء هذه احيانا في نقطة، وفي نقطة موفق كماتشو العام الماضي كلنا نذكر في أول 10 جولات أو 11 جولة كان الغالبية سواء الجماهير أو الإعلاميين كانوا يطالبوا بإلغاء التعاقد مع كماتشو، بعد الأسبوع العاشر أو 11 بدأ انطلق كماتشو وغير شكل الفريق يعني، وكان له تأثير كبير العام الماضي بالمجموعة اللي كان ساعدت كماتشو على النجاح أيضا. مهندس، ما أعرف إذا كان مقنعين لك اللاعبين الاتحاد الأجانب، اختياراتكم تشوف أنها موفقة؟ نعم كلها موفقة الحمد لله، وزي ما قال سمو الوزير والكابتن حمزة، يعني اللغة هاجس بالنسبة لهم، خصوصا أنه ما يتكلموا لغة غير لغتهم، يعني سواء أنس يتكلم كرواتي ولا سوزا يتكلم برتغالي، فبالتالي هذه. لكن الآن اليوم تقابلت معاهم بدأ يتكلم كم كلمة عربي حتى، شايف؟ فمعناها التأقلم أصبح قريب بينه وبين زملائه، ولو أتأقلم حيؤدي إن شاء الله بإذن الله. طيب في جانب ثاني، في كروت بطاقات صفراء مقلقة لكم في مباراة الذهاب مهندس؟ لأنه في أكثر من لاعب مهدد بالبطاقة الصفراء. نعم، المدرب هذا الموضوع تكلم فيه مع اللاعبين؟ أكيد يعني مقلقة، يعني ما هي مقلقة للأهلي يعني. صحيح يعني نفس الفريقين تجد 4-4 إيه 4-4
أربعة لاعبين بعدين ما عنده غير بطاقة ثانية ويحرم من المباراة الثانية. هذه نتيجة مباراة مهندس فكرة أربعة أربعة. لا في نقطة أبو خالد، يعني بالنسبة للأهلي والاتحاد، يعني الأهلي طموحه في المباراة الأولى يختلف، يعني هو الأهلي يمكن يبحث عن تسجيل هدف حتى لا قدر الله حالة الخسارة، يعني هو يهمه أنه يسجل، الاتحاد يهمه أنه هو ما يستقبل في المباراة الأولى، لأنه برضه معادلة الأهداف لها دور مهم. أكيد. سمو الأمير، قبل ما ننهي أكيد تود تقول كلام معين أو حديث معين أو توجه أي 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 شيء تريد أن تقوله، إن كان للجمهور إن كان لغيرهم، وأنت طلبت منا إنه في النهاية جمهور الأهلي والاتحاد يكونون مع بعض لنشيد واحد، والآن إحنا إن شاء الله بنكون في ختام هذا النقل بنكون بهذا الصورة. أولا خرج الله أنا أشكركم وأشكر أخي المهندس محمد الفايز والكابتن حمزة دريس على هالقبول الدعوة. الحقيقة كلمتي تعتمد للجماهير عموما، جماهير الأهلي أو جماهير الاتحاد، أنه بإذن الله أنه راح نبارك للفائز بنتيجة المباراتين. أتمنى أنه ننقل الصورة الحضارية عن المملكة العربية السعودية، الصورة الإسلامية الحقة، الحب والانتماء لهذا الكيان، هذا كله حيبان علينا منهم هم من المدرج. رسالتي إلى المدرجين أنه الفريقين بحاجتكم، أي تصرف خارج عن روح الرياضية سيكلفنا أو حيكلف الناديين، ربما بحرمان أو بغيره. أتمنى إن شاء الله أنه جميع ما نسمع أنه تكون إن شاء الله، أتمنى إن شاء الله أن هالكلام كله ما يكون صحيح، يعني وبإذن الله أنه تطلع مثل ما احنا متعودين كثير في مباريات الأهلي والاتحاد، الروح الرياضية هي السمة، والروح الرياضية من قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة كانوا يطلعوا من المدرج في سيارة واحدة، نصها هلاويين ونصها اتحادية. بإذن الله. مهندس سريع، يعني إذا لك تعليق أخير. التعليق الأخير أنه أنا واثق في الجمهور، أنه الجمهور على مستوى عالي من الدراية ومن الثقة، وأواثق منه أنه إن شاء الله ما يكون خارج عن النص في التشجيع بيكون هذا. وطبعا انا اعتذر منهم ولو انه مو سببي، من صغر الملعب وعدم وجود التذاكر. على اي حال شكرا جزيلا لحضوركما، شكرا لسمو الامير فهد بن خالد على تواجده معنا وتلبيته هذه المبادره. شكرا وهذا لكم. التواجد وهذا ليس مستغرب سمو الامير عليك، انت اضافه مؤكد للوسط الرياضي. شكرا مهندس محمد فايز على تواجدك وعلى مبادرتك ايضا ان تكون معنا وان تكون متواجدا في هذا المكان، وانت رجل من حديثك ومن لهجتك الناس أحبوك، وبالتالي أنت تستحق كل الاحترام والتقدير والنبل. لك التحية والتقدير. شكرا لك. شكرا للكابتن حمزة إدريس محلل القنوات الرياضية السعودية، أنت في بيتك مؤكد لأنك في القنوات الرياضية السعودية. شكرا الحقيقة للناديين الاتحاد والأهلي على هذا الأمر، وشكرا لكل من ساند هذه المبادرة. في النهاية هذا هو الجمهور الأهلاوي وهذا هو الجمهور الاتحادي، ستشاهدونه بعد قليل وهو الآن بهذه الصورة. شكرا لمدير مكتب رعاية الشباب في جدة الأستاذ أحمد روزي الذي كان معنا جهدا في هذا التواجد وهذا الحضور في الملعب. شكرا للأستاذ العزيز أحمد الزهراني على كل ما يبذله من جهد، وهو مدير ملعب الأمير عبدالله الفيصل، على كل الجهد الذي بذله. شكرا للأستاذ العزيز عادل عصام الدين مدير القنوات الرياضية السعودية الذي كان متواجدا معنا ولا زال تابع كل هذه التفاصيل، وأيضا للزميل غانم القحطاني مساعد مدير القنوات الرياضية. شكرا فهد الزهراني المخرج، عبيد كعدور من الإعداد والذي بذل جهدا كبيرا، وفريق الإعداد بقيادة عبد العزيز الناجي وحايد القحطاني في الرياض كان لهما جهدا كبيرا إلى جانب عبد الخالق الحربي. شكرا للجميع، شكرا للزميلين العزيزين رياض المزهر وسمير الصوفي، بذل جهدا كبيرا في التنظيم للجماهير ولدعوتهما وحضورهما، كنا مؤكد نأمل أن يكون بعدد أكبر من الجانبين لكن هذا هو المتواجد. نشكرهم جزيلا، ونختم بهذا التواجد وهذا هذه الصورة التي ننهي بها برنامج الملعب في حلقته الاستثنائية من استاد الأمير عبدالله الفيصل. نعدكم أن التغذية ستستمر حتى موعد المباراة والحدث الكبير، إلى جمهور الاتحاد والأهلي معا في تعبير صادق عن الروح الرياضية العالية التي عرفناها تاجا لهما معا وعنوانا بارزا للجمهورين العزيزين. تفضل رياض، تفضل سمير، لكما الحديث وللجماهير الأهلاوية والاتحادية معا.
شكرا لك رجاء الله. الحديث راح يكون لجماهير الفريقين الاتحاد والاهلي او الاهلي والاتحاد. راح نسمع معهم النشيد الوطني ونقول بسم الله واحد واثنين ثلاثة. المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. يعطيكم العافية.